ألو؟ أستاذ قدير، أنا الدكتورة دفنة. تفضلي دكتورة، شو الموضوع؟ اتصلت مشان جينك تشيلها. شو بو جينك؟ كان جاي على المستشفى، اتصل فيني بالطريق وتعب كتير، وقال إنه مانو بوضع بيسمح له يسوق وما عم بقدر أوصل له. طيب هو وين؟ قال إنه على طريق بيبعد 5 أو 6 دقايق عن الشركة. طلبت منه يبعتلي الموقع بس ما قدرت آخذ جواب وما عم بقدر أوصل له. أنت قلتلي إنك رفيقه، بترجاك روح ولاقي. تمام، ليكني على الطريق رح لاقي، لا تقلقي. إن شاء الله ما نتأخر. دكتورة شو هاد؟ هاي نوبة يعني ولا شو؟ طيب شو ممكن يكون أسوأ احتمال؟ ما بدي أفكر بأسوأ احتمال، لو سمحت استعجل. تمام، رايح باتجاه الشركة، على الأغلب هو على طريقي، بخبر حضرتك. جينك وينك انت يا جينك؟ ان شاء الله ما اكون اتاخرت عليك. وينك انت؟ جينك عم تسمعني؟ جينك ألو 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 دكتورة، أنا لقيت جينك. لقيته الحمد لله. شو وضعه؟ طمني نبضه كيف هلأ؟ أنت فحصت نبضه شي؟ لا تقلقي، هو مانا وعيان بس قلبه عم ينبض، رح جيبه فورا. تمام، أنت بعتلي موقعكم هلأ ورح طالع سيارة الإسعاف فورا، خليوني لاقولكن على الطريق، نحن لازم نتدخل فورا. تمام. مريض معه تمدد بالأوعية الدموية وهو على الطريق، حضروا جهاز الإنعاش وخلي الفريق مستعد. ماشي. تمام. يا ربي. لازم تتحمل، عم تفهم؟ رح لحقك، رح تعيش، ما رح يصير عليك شي، عم تسمعني؟ الله يلعنك، كله بسببي. تحمل أخي، تحمل، رح نوصل. عملنا اللي قلتي لنا عليه تماماً، بس وضعه حرج. تحمل يا جيك، تحمل، لا تستسلم. عزراء حضرتك اخواتك ناطرينك، ما بيصير تتركهم وتروح. ما فيك تفوت استاذ. الحمد لله على السلامة. شو صار لي؟ وأنا وين؟ أنت بالمستشفى، ما في شي بيقلق، لا تخاف أبداً. تدخلنا بالوقت المناسب ورجعت لنا بخير الحمد لله. بتذكر إنه آخر شي
طلعت من الشركة وبعدين... وبعدها أنت اتصلت فيني، بتتذكر مو؟ إيه، حكيت مع عزراء وبعدين اتصلت فيكي. بتوقع أنك ما خبرت بشي؟ لا، ما قلت لها لأنه ما بدي أياها تخاف. بس أستاذ جين، كنت رح تموت على شوي، يعني الحمد لله اللي قدرنا نتدخل بأسرع وقت. طيب دكتورة، مين جابني لهون؟ جابك رفيقك. قلتي رفيقي؟ الأستاذ قدير، يعني هو يلي أنقذ حياتك، حتى هو ناطرك برا هلأ، ما تركك لحالك ولا دقيقة واحدة. تفضل. تفضلي دكتورة، جبت لك الملفات اللي طلبتيها. شكرا، فيك تطلعي. بالمناسبة أنا بقدر أطلع من هون فوراً، ما هيك؟ نحن عملنا لك عملية قسطرة ولازم ترتاح شوي، ما فيك تطلع فوراً. بس لازم أطلع دكتورة، لأنه ما بدي حدا يعرف بالشي اللي صار. أستاذ جينك، رح تبقى عنا على الأقل كم ساعة لحتى تتحسن حالتك. طيب ليش هيك صار معي فجأة؟ يعني كنت منيح كتير؟ احتمال كبير إنه ارتفع ضغطك بسبب توتر كبير، واضح إنه صار معك شي في توتر ومشاكل. ارتاح، برجع بمر لعندك. بتوقع إني بقدر أطلع خلال ساعتين من هون، ما هيك دكتورة؟ ما بقدر أوعدك بساعة محددة، بس براقب وضعك خلال اليوم وبطالعك بوعدك. شو عملت؟ خليتهم يسحبوا السيارة؟ تمام، وهلأ رح أبعت لك موقع، بعتولي سيارتي عليه ماشي؟ تمام، تسلم.